المشاهدين اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج الحقيقه وبس. في هذه الحلقه سوف نتحدث عن دور المراه المسيحيه في المجتمع. ودور المراه الحقيقه مرتبط ارتباط مباشر بطريقه تفكير المجتمع وتقييمه للمراه. فهناك ولا سيما في مجتمعاتنا الشرقيه التي لها النظره الذكريه وكان الرجل هو كل شيء والمراه طبقا للتعاليم والتقاليد والعادات المختلفه لا مكان لها او مكانها هامشي لكن هل هذا ما يعلمه الكتاب المقدس وهل هذا ما علم به السيد المسيح وهل هذا واقع الحياه الحقيقه في هذه الحلقه سنستضيف ثلاثه من السيدات المباركات عشان نسمع منهم دور كل واحده منهم في خدمتها وفي اطار المجتمع الذي تعيش فيه وأيضا في إطار دراستها وما تعلمته في الحياة نشكر ربنا جدا معنا في هذا الجزء الأول من الحلقة الأخت المباركة ليديا ماهر مقدمة برنامج الكارما مباشر برحب يا أخت ليديا أهلا وسهلا ومبسوطين تكوني معنا لأول مرة في برنامج الحياة وبس أهلا بيك بك حضرتك القسيس وأهلا بكل المشاهدين وبالفعل الحقيقة وبس من كلمة ربنا البرنامج بيتكلم عن نفسه لأنه مكتوب تعرفون الحق والحق يحرركم ويا رب نكون بنسمع وبنعمل بالكلمة ليس سمعين فقط خادعين أنفسنا أمين حضرتك بتجهزي أو بتعدي رسالة في الماجستير وهناك مواضيع متعددة أنت يعني إذا بنقول بتنكشي فيها واحده من هذه المواضيع هو اللي بيسموه سبعة جبال yeah. ودي بتتكلم على أفكار مختلفة والماجستير اللي بتجهزيه هو في المسيحية العملية بس. كمرأة وكأخت بتؤمن بالمسيح وكمؤمنة ما هو تصورك الأول عن دور المرأة بوجه عام وهل yeah. يحرض الكتاب المقدس وهل تكلم السيد المسيح في أقواله مميزا بين الرجل والمراه ام انه كان يتكلم لكل من يستمع اليه سواء كان رجلا او امراه. في الحقيقه جزء من رساله الماجستير اللي بعملها عن المسيحيه العمليه بتتكلم عن سبع جبال وده كان بناء عن شخص اسمه قسيس اسمه قس جوني انلو وده باين من الثلاث كتب اللي انا جايباهم معايا سيفن ماونتنز بيتكلم على الثلاث كتب دول وكمان مجموعه كبيره من المحاضرات بتتكلم على الجبال تاثير سبع جبال وهنتكلم عنهم اكتر باستفاضه الجبال دي علاقتها بان انا اثر بيها على المجتمع الجبال دي هي جزء من المجتمع في البدايه انا عايزه اتكلم على المراه المراه بشكل عام سوري يعني احنا على بنتكلم على الجبال مش بنتكلم على ماونتن جبل في حد ذاته كجبل لكن كرمز. لا هنتكلم وهنشرح اه هنقول نقصد ايه طبعاً. طبعا طبعا في البدايه المراه اثبتت جدارتها في حاجات كتير جدا في مجالات متعدده كزوجه كام وكاب اخت وك اب وحاجات كتير قوي قوي كجزء من العيله فعال لكن كمان خرجت وابتدت تخرج للعمل واثبتت اثبتت جدارتها بقت معلمه وموظفه ومحاسبه ومدرسه ودكتوره وممكن كمان دخلت في السلك الدبلوماسي دخلت في محاميه ممكن تكون وكيله نيابه حاجات كتير قوي قوي وشفناها لحد ما تدرجت انه ممكن تبقى وزيره ممكن تكون رئيسه في بعض الدول طبعا مش في أويس. كل الدول آه لكن المراه وهي آه. ممكن اه, آه. آه, يا. آه لكن المراه وممكن ملكه كمان المراه كمان آه مش كده بس ان هي تدرجت في الوظايف دي كلها لكن المراه جوه الكنيسه شفناها بتعمل اعمال رائعه جدا جدا بتدي مدارس درس مدارس الاحد ممكن تكون بترنم ممكن تكون بتالف ترانيم بترجم ممكن تكون بتقدم برامج في برامج الكنيسه بتعزف, كنيسة بتعزف. تمام. حاجات كتيره اشياء كتيره ادوار كتيره ممكن تكون مكرسه ممكن تكون بتعمل حاجات كتيره قوي قوي رهبه حاجات كتيره قوي قوي ادوار كتيره لكن هل المراه داخل عملها وهي بتعمل هل ليها دور وده اللي هنتكلم عنه بس في الاول هنبتدي نقول نقرا من متى 21 28 قال يسوع كان لانسان ابنان فجاء الى الاول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي فاجاب وقال ما اريد ولكنه ندم اخيرا ومضى وجاء الى الثاني وقال كذلك فاجاب وقال ها انا يا سيد ولم يمضي فاي الاثنين عمل اراده الاب قال قالوا له الأول. الأول. هنا بنسال تساؤل هو الله لي كرم اه لي كرم الكرم هو العالم الكرم هو المجتمع اللي انا بعيش فيه والله بيطلب مني ان انا اعمل اعمال وانا رايح شغلي انا مش بس بشتغل لكن انا اكون بحقق اراده الله في حياتي بيقول لي كل يوم اذهب زي ما الشاهد بيقول اذهب اعمل في كرمي كل يوم ما ينفعش اقول كلام حلو يا رب انا اتمنى اخدمك يا رب وانا بحبك لكن مكتوب حاجه ليس كل ما يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل, بل من يفعل. يعمل من يعمل مشيئه ابي الذي في السماوات يدخل ملكوت السماوات وده في متى 7 21 يعني دلوقتي احنا اتكلمنا عن انه المراه لها ليها دور تمام حضرتك في الدراسات اللي بتعمليها قلتي تعليق في غايه الروعه وهو قلتي بالظبط كده وانا يعني بقتطف من كلامك ان المراه نصف المجتمع ودي حقيقه فدورها فعال والمسيحيه لا تهمش المراه وهنتكلم في المواضيع دي وهنتفرع فيها مع الضيوف او الضيفتين اللي هيكونوا بعد حضرتك واتوقع بنعمه المسيح ان وجودك معانا ووجود الضيفات اللي هيكونوا بعديكي هيقدموا ثراء وغنى كثير عن دور المراه في المجتمع ولا سيما المراه المسيحيه هناك مجالات واسعه للمراه وحضرتك في تعليقاتك وكتاباتك قلت ان هناك فارق كبير بين الرساله والدور وبين الانعزاليه والذوبان تقصدي ايه بالكلام ده ولو اديتينا بس يعني ضوء على هذه التعبيرات الجميله بكل سرور الدور مختلف تماما عن الرساله الدور انا بيبقى لشخص معين رساله معينه بوجهها له وفي وقت معين زي ما كأني بعمل دور مثلا على مسرح أو حاجة بمثل حاجة فده هو ده الدور في وقت معين في زمن معين لشخص معين هي دي الرسالة اللي بقدمها وخلصنا على كده يعني حاجة مؤقتة الدور ده دور تمام. مؤقت بالظبط لكن الرسالة موضوع أكبر بكتير وأعم بكتير قوي قوي. بمعنى الرسالة ده لايف تايم طول الوقت حياتي كلها م. أنا ليا رسالة م. أنا طول الوقت عندي ناس بكلمهم عن المسيح تمام. أشخاص مختلفين لأن الاحتياج كمان لا نهائي احتياج كبير أوي أوي حوالينا طول الوقت فعشان كده وعندنا رساله رائعه جدا جدا ما فيش اروع من رساله رساله مفرحه وزي ما هنتكلم بعد كده فاذا موضوع 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 حياه مش موضوع وقت معين ولا كلام معين ولا احتياج معين وخلاص لكن هو موضوع رساله موضوع كبير قوي يعني رساله قضيه يعيش الانسان من اجلها بالضبط. سواء كان بنتكلم الانسان هنا سواء رجل او امراه لتحقيق هدف معين يصل في نهايه الحياه اذا جاز التعبير الى جزء او الى الغايه المرجوه لكن الدور ده واحد بيعمل حاجه مؤقته ولا تستمر طويلا دور المراه هل بتقوم بدور ام بتقوم برساله؟ المرأة المؤمنة اللي بتعرف الرب حقيقي هي عارفة انها ليها رسالة في كل مكان بتذهب ليه هي بتخبر عن البشارة المفرحة اللي جواها والرسالة اللي الرب اوكلنا ليها وزي ما هنتكلم بعد كده انه انه الموضوع مش مكان معين بس عملها ولا حتى بس بيتها ولا حتى بس كمان الكنيسة لكن الموضوع اشم اشمل واعمل من اعم من الموضوع من انه هي تكون بتتكلم في حتة معينة الموضوع في كل مكان وفي كل شخص بتقابله والموضوع طول حياتها بتعمله فاذا هو المراه المسيحيه عندها رساله كبيره قوي نعم نعم طيب انا يعني حضرتك ذكرتي ايضا في كتاباتك عن جبل الرب م. وده الموضوع واحد من الموضوعات الاساسيه م. اللي كتبت فيه كتب وانت بتعملي فيه يعني ابحاث yeah. فاسمحي لي اقرا الايه الموجوده في اشاعيه 2 2 ودينا تعليقك وشرحك ليها ثم الانتقال من هذه الجبال والمقصود بها بيتكلم ويكون في اخر الايام اشعه 2 2 والايه موجوده بالانجليزي وبالعربي اشكركم يكون في اخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا في راس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري اليه كل الامم انا متاكد انت يعني طلبت الانجليزي والعربي لان الايه يمكن يكون ليها بعد اوقع باللغه الانجليزيه من الترجمه العربيه بالزبط. تعالي حضرتك بالضبط. في العربي في الحقيقه مش باين أوي مش واضح مكتوب ان جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبل مش واضح المعنى لكن بالإنجليش بيقول Lord's house shall be established in the top of the mountains مهم. يعني حيؤسس حيشيد بالعربي اللغة العربية الفصحى حيشيد مين اللي حيشيده هو إحنا إحنا اللي بنحط جبل الرب بيكون وبيت الرب بيكون في رأس الجبال، والجبال هنتكلم عليها بعد كده، بس في نقطة مهمة قوي حضرتك أثرتها إنه في فرق في رسالتي بين الانعزالية إن أنا أنعزل عن العالم وإن أنا أدوب في العالم، الانعزال بيخليني زي كأني في فقاعة في في مية، أنا أنا مش حاسس بالاحتياج اللي حواليا، أنا مش فارق معايا الناس اللي حواليا، أنا ما عنديش رسالة، أنا طول الوقت متقاقع على ذاتي واحتياجاتي بس. وهل ده يعني اللي بيؤدي إلى الدور الانعزالي اذا جاز التعبير واحنا بنتكلم عن المرأه هل اللي بيدفعها للانعزاليه احساسها بعدم القيمه ام رفض المجتمع بان يراها تاخذ دورا فعالا ولا سيما في مجتمعاتنا الشرقيه ايه السبب؟ صدقني هو الاثنين مع بعض الاثنين كده انه المراه ما تنعزل احيانا هي كمان بتحس انها اقل مم. ودي مشكله رهيبه جدا احنا تربينا على دوت انت اقل انت ما ينفعش تعملي انت ما ينفعش تروحي ما ينفعش تيجي ما ينفعش تاخري ما ينفعش حاجات كتيره قوي قوي انت مش شر. انت مطلوب منك يا دوبك بس تدرسي بس يا دوبك دراسه معينه وبعد كده خلاص انت هتتجوزي وتقعدي في في البيت. ده, ده, ده اللي كان بيتقال لكل الناس مم. مش يعني كل الستات وان, كان, وإن كان هذا الامر حتى في مجتمعاتنا بدا يتغير لكن ليس إلى الصورة المرموقة بالظبط بالظبط آه. فدي حاجة، الحاجة التانية إنه المجتمع بيرفض إنه يكون بيشوف مرأة تكون متعلمة كويس قوي، إلى حد ما يقول لا الراجل أفضل، يعني لسه كنت بتكلم مع أخت في في, في السوشيال ميديا بتكلم معاها، قالت لي لا المرأة نص الرجل على طول، هو موضوع كبير لكن المجتمع كمان مش مش بيرحب قوي بالمرأة، يعني يحب مثلا وزير راجل أكتر ما وزيرة ست، يعني زي ما حضرتك عارف شوية رغم إن التاريخ بيقول عكس كده يعني وانتي حضرتك تكلمي بيحضرني المرأة ذات القبضة الحديدية مارجريت ثاتشر الإنجليزية أول وزيرة, وزيرة عملت يعني البدع وحسنت من الأوضاع الاقتصادية ده حقيقي فإذا الانعزال غلط إنه كده بيلغي رسالة أنا ما عنديش رسالة مع الناس تمام والعكس بقى الذوبان إن أنا بذوب بزيادة قوي قوي أنا ممكن بفقد هويتي أنا بفقد ببقى زي الناس اللي حواليا فأنا مم. ما عنديش رسالة أنا زي زيهم أنا باكل وبشرب معاهم مع إن رب يسوع كان بياكل ويشرب مع العشرة. ولكن لكن كان محافظ على قيمته وهويته وعارف كويس قوي وما كانش بيشاركهم في الشر. دول نقيضين وده تحدي قدام كل حد بيكون بينطلق للعالم في رساله المسيح ورساله الخلاص. الايه اللي احنا اتكلمنا فيها الشخص اللي هو القسيس اللي هو جوني انلو كتب كتب عن وعليه محاضرات كثيره جدا ممكن على الانترنت ممكن لو حد حد بيكون بيراجع ليها انه في جبال ست سبع جبال السبع جبال دول مؤثرين جدا جدا في المجتمع. وان كان قبل ما تبتدي حتى لا يخطئ احد الفهم احنا مش بنتكلم على المعنى النبوي الحرفي اللي بيتحدث عن أمة إسرائيل وشعب إسرائيل بالتأكيد. وجبال الجبال المعينة جبال أورشليم أيا كانت لكن إحنا بناخد المرموز أو بناخد رمز إن الجبال دي بتشير إلى قمم معينة بالضبط بالضبط آه هو اتكلم على سبع جبال منها التعليم، الفن، البيزنس، الميديا، الحكومه، الدين، العائله، هنتكلم باختصار لانه موضوع كبير جدا طبعا هنتكلم آه انا عايز اقول لك انه اول مره يتقدم في ميديا مسيحيه الموضوع ده وموضوع هام جدا جدا. نعم. التعليم طيب ابتدينا بالتعليم اول حاجه التعليم هو الخبره المعلومات اللي إن انا خدتها وانا صغير وانا طول عمري بتعلم من خلال عمليه التعلم كلنا تعلمنا حاجات كتير قوي قوي لكن في التعليم ما تعلمناش عن الله ما تعلمناش عن انفسنا قيمتنا في عنين الله وحياتنا مع الله وابتدينا ابليس يضحك علينا يقول لنا انت عندك كل المعلومات انت مش محتاج حد انت عندك انت اخد باتشر ديجري في الحاجه الفلانيه انت اخد دكتوراه في الحاجه الفلانيه انت مش محتاج حد عندك كل الحكمه في فرق كبير قوي من معلومات والمفاهيم اللي احنا اتعلمناها والحكمه لان الحكمه دي من الله الانجيل بيعلمنا بيقول في امثال 3 5 7 توكل على الرب بكلك وقلبك وعلى على فهمك, فهمك لا, تعتمد. لا تعتمد في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك وبعدين بيقول لا تكن حكيما في ما في مفيش حكمه بعيده عن الله مم. الله هو مصدر كل حكمه مم. عشان كده مهم قوي قوي الشاب الغني كان بيقول كده للرب قال له ايها المعلم الصالح هل تعرفنا على المعلم الصالح المسيح المعلم الصالح مم. هو الله مصدر كل حكمه مهما تعلمنا ومهما فهمنا في الدنيا الله مصدر كل حكمه مهم قوي ارجع لله لو انا كانسانه مؤمنه انا بعرف الرب كويس هل انا بكلم ولادي بكلم الله المعلم الصالح تمام بتعلم انت كده اه ده الحته بقى الضروريه بالزبط. للمراه سواء كانت ام سواء كانت في مركز الام بتعلم الاولاد ايه بالظبط بتعلم من الله وبتعلم من كتاب الله وبعلم للناس اللي حواليا كلام الله في حبه اقتراحات عمليه لو انا في سلك التعليم انه حلو قوي ان انا ساهم في تطور المناهج الدراسيه مناهج تتكلم ما تبسش الكراهيه والتحزب ونبذ الاخر والاستقلاليه عنه انه لو في نظريات اتلغت في العالم كله الغيها زي نظريه التطور زي الفتاه تعرف قيمتها ورسالتها في وسط الناس انها تعلم كتابه وقرايه من مش لازم دروس خصوصيه تروح كنايس وتعمل دوت تروح ملاجئ تعلم عن المسيح تروح دار مسنين حاجات كثيره قوي ممكن نكون بنساهم وده كان اول جبل تمام. التاني جبل على اختصار الفن والتسلية كتير من الناس بتعتقد ان الفن الفنون والافلام والحاجات دي ده كلها شر. ده شر لان احنا سيبنا الجبل ده لابليس وابليس بيشتغل فيه كويس قوي قوي وده المجال الاكثر تأثير في العالم كله ما فيش حد صح. ما بيتفرجش على افلام صح. في اخت اسمها كارين كوفل الاخت ديت كانت كانت منتجه في التلفزيون وراحت هوليوود طبعا معروف طبعا هوليوود مكان للشر والخطيه كلنا عارفين نتيجه الافلام اللي بتتعمل فيها دي ده سبب ده سبب والسبب الاخر هي كانت مؤمنه لا السبب الاخر ان هذا المكان مكان الشر هو ان احنا آآ عملنا عملية الانعزال والطبقية. والطبقية ان ده مكان شرير وما ينفعش لواحد يؤمن يعني. بالله وبالسيد المسيح انه يخش في هذا المجال لانه احنا بنفترض انه اذا دخل في هذا المجال هيتدنس وهتضيع اخلاقه وهيبوظ بالظبط ودي نظرة سلبية يعني مية في المية لكن أكيد. اكيد يعني حضرتك عندك الافكار ايجابيه اذا كان الفن واحده من الطرق التي تؤثر في قلب وحياه الانسان لان حاجه بيشوفها بعينيه بالتأكيد. وبيسمعها بودانه وقاعد بكل وجدانه في هذا الاطار طب لماذا لا نستخدم هذه القنوات لكي نعلم الناس عن حقيقه المسيح بالظبط ومن هنا قالت قالت انا هلم ناس حواليا كانوا تقريبا ثمانيه ابتدت تصلي ابتدت تكتشف انه الكنيسه عندها كره رهيب جدا وانعزال زي ما حضرتك بتقول وبالعكس بتقول لاولادها لاولاد الكنيسه ما تروحوش المكان ده ابتدت تعمل شبكه اسمها شبكه الصلاه واسمها اتش بي ان الاخت دي ليها اهداف صلى لاجل المسيحيين ان هم يعيشوا جوه هوليوود مرسلين ويعرفوا ليهم رسالتهم انه الرب يبعت ناس تكون بتبشر الناس دي انه الرب يكون بيخلي غير المؤمنين يغير قلبهم ويبقوا مؤمنين انه تشجيع المسيحيين موهوبين ان هم يروحوا هناك ويبتدوا يمارسوا ايمانهم جوه الموضوع جوه المكان دوت تشجع الاولاد تشجعوا اولادكم ان هم يكونوا بيروحوا صلوا لاجلنا ممثلين يكون فيهم روح الراه أو عايز أقول لحضرتك حاجة لو لاحظت الأفلام الأخيرة في هوليوود زي مثلا وور روم زي مثلا ريزن زي سانوف أوف جاد زي فاشن في كريس كلها بتنقل حاجات رائعة جدا وبتأثر تمام. فينا إحنا كمؤمنين تمام. فكان بالحري للناس التانية إذا مهم قوي أنا كمان حضرت مؤتمر رائع جدا كان كل الناس اللي كلها سيدات وكل الناس منتجين من هوليود من كل حتة كانوا هدفهم مجد الله و... و... وعلى هل, هل الكلام اللي حضرتك قلتيه يعني لو حد قاعد بيسمعنا دلوقتي بيقولك لك إيه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده انت حضرتك بتشجعي الناس ان هم يروحوا يمثلوا ويخشوا في الادوار الخليعه هل الكتاب هل علم المسيح بـ بـ في الموعظه على الجبل بالتحديد عن دورنا في مجتمع فاسد المسيح قال لنا حتى قبل ما يطلع للسما قال كده اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل الخليقة كلها إذا فيش استثناء. بالظبط. الحاجة التانية إن احنا ملح. في ناس في كل مكان، في حقل زي ما احنا بنقول إنه في كرم، والكرم ده موجود في كل مكان، لازم نذهب للعالم أجمع ونكرز بالإنجيل الخليقة كلها، فما ينفعش نسيب مكان ما نخشش فيه، لازم نور المسيح يخش في كل أنا مكان. أنا مش عايزك تستعجلي أنا عارف إن هم الجبال كتار، يعني. لكن أتمنى إن احنا لو خدنا مش شرط ناخد السبعة، لكن اللي ناخده نفسي تديله حقه يعني انا شايف حته أمين. مهمه جدا ان احنا عندنا اولادنا مرات كتيره بيبقوا عندهم المواهب بيبقى عندهم ال... ربنا مديهم حاجه في دايره معينه من الدوائر الفنيه سواء بالتمثيل بالموسيقى بالاخراج بال... بالديكور الفن بالمكلياش. بيشمل كل ده <applause> كان الفن وإحنا... الفاشن كمان اللبس كل حاجه تمام. كل حاجه الميوزيك كتابه الكتابات كتيره جدا الفن بيشمل حاجات كتير قوي, طب قوي. ليه يعني كام وكامراه ليه ما تعدش ولادها لانه يبقوا مؤمنين متاصلين نور وملح، الملح لا يمكن تكون له فائده او فاعليه ان لم يوضع في الفساد، احنا بنعمل العكس بنقول لو الملح اتحط في الفساد هيخسر لو ولادنا راحوا هوليود الدنيا هتتقلب وهيفقدوا ايمانهم واخلاقهم، yeah. ده عدم الحقيقه تاسيس للجيل اللي احنا بنقدمه للعالم اللي هيحمل المشعل ورساله المسيح، عشان كده يعني يعني بيتهيألي بلاش نسيب اخطر ادوات واخطر قنوات واخطر yeah. وسائل يمكن أن توصل رسالة حقيقية إلى قلب الإنسان للعالم الفاسد وزي ما حضرتك أشرتي ابتدى يطلع أفلام, أفلام رائعة, رائعة. نتيجة الصلاة. نتيجة, الصلاة نتيجة الصلاة ونتيجة, ونتيجة أنه في ناس ومود. جوة المكان دوت ده حقيقي و... ده حقيقي هنتكلم على الجبل التالت اللي هو الاقتصاد والبيزنس مشكلة الاقتصاد والبزنس أنه في ناس بتصدق أنه الفلوس هي هي قوة طبعا هي بركة من الرب طبعا لكن المشكلة انه ناس بتعبد الفلوس وناس بتبص الفلوس هي مصدر امنها دمين. ودي دي عبادة غلط مكتوب كده محبة المال اصل لكل الشرور الذي اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثيرة في تمساوس الاولى واحد اما انت يا انسان الله فاهرب من هذا مهم قوي اعرف الله يهوى يرى من ضمن اساميه جهوفاز جايرا معناها انه جاد از اور بروفايدر هو اللي بيديك بص لله مصدر الامان ما تبصش لفلوسك ما تبصش للفلوس قد ايه المشكله انه انه انا طول الوقت بدور عايز مور مور عايز اكتر وعايز و ولو ما خدتش تبقى مشكله وما بقاش عندي قناعه والمشكله كمان الاخطر انه بحس بان انا لو ما عنديش زي فلان انا عندي فقر مشكله الفقر لكن مهم قوي قوي اعمل افهم كويس انه مصدر المال دوت انا وكيل امين عليه، حتى لو كان بتاعي انا وكيل امين، يوسف كان ما كانش يملك المال كله، صح. كان فرعون هو اللي بيملك المال، صح. لكن كان وكيل امين، فمهم قوي اعرف دوت، واعرف مين الاله اللي انا بعبده، واعرف ان انا المكسب دوت انا بعمله علشان ادي للملكوت واصرف بيه على الملكوت ولا اكون باخده، منساش عباره ال الجنو... جوني لو أشها قال إحنا للأسف أصبحنا مخازن للثروة بدل من أن نكون قنوات, لها ودي أخطر حاجة دي أخطر حاجة آه ليديا الإرجوان هو غالبا كانت احنا هننهي بكده هننهي بثالث واحده فادينا تعليقك اتفضلي على آه ليديا بعت الارجوان مم. كانت كانت انسانه تاجره وكانت مشهوره قوي لكن اما عرف المسيح وفتحت قلبها للمسيح دخل وفتحت بيتها للمسيح مهمة قوي اما اما ادي حاجه ادي حاجه ادي بقلبي واعرف انه ده الهي انا عيني مش على الفلوس النهارده خسرت ولا لا انا عيني النهارده مش انه على كنزي وبرده باستور جوني قال كلمه جميله قوي قال دايما مكتوب حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك تمام وقلبك بيجري ورا كنزك والله هيجري ورا قلبك لحد ما يسترجعوا ليه تاني من ورا كنزك لانه الله يهمه جدا انك تعرف انه هو هي از اور هو الاله الحقيقي اللي يستاهل يا يا كل نعم. بالظبط اللي يستاهل انه انت تبص له كمصدر للحياه وللامان ولكل حاجه وللقيمه كمان فهو ده الهنا اشكرك يعني انت اديتينا الحقيقه ثلاث اذا جاز التعبير جبير. يعني ثلاث <applause> آه، كبسولات صغيرين yeah. وان كان آه، انا عارف ان عندك الكثير لكن الوقت آه، محدود شويه yeah. ان دور المراه كام او كمربيه آه، في مجال التعليم yeah. التعبير والبيت الشهير باللغه العربيه آه، الام ومدرسه اذا اعددتها آه. اعددت شعبا yeah. طيب الاعراقي آه. يعني عايز اقول ان الانسان العظماء اللي خرجوا للمجتمع كانت وراهم أمهات صالحات عرفوا يربوا الولاد ويقدموا لهم قيم حقيقية ثبتت فيهم ضد طيارات وضد أمواج الحياة العاتية انا عايزه على عجاله في يعني اختصر الجبال دي في كلمتين بالظبط تعليم احنا بنعتمد على الله ومش على معلوماتنا تمام. لكن بندي بنعتمد على الله في الحكمه انه يدينا الحكمه ان احنا ننشر ملكوت في الميديا بنعتمد على مجد الله بننشر مجد الله من خلال بشاره مفرحه تمام. وكلام مفرح للناس وانه في امان وفي ايمان فالله انه نثق في الله في الحكومه إحنا بنعلن بمجد الله بتواضعنا ونخدم الناس، إحنا ربنا ما بيدينا بوزيشن معين في الحكومة عشان نخدم الناس، مش عشان نقول إحنا أعلى من الناس، إحنا وكلاء في البيزنس إحنا وكلاء أمناء، نعم. الفلوس دي ملكة لله وإحنا نكون وكلاء أمناء، في الفن زي ما كنا بنقول ننشر أفكار المسيح، في الدين نكرم المسيح كإله، في العائلة نعلن وحدة العائلة، في المحبة إنها تكون يونت وتقف قدام كل عواصف الحياة، أنا بشجع كل امراه وكل رجل كمان يمكن انه ياخد مكانه وياخد يعمل رسالته للرب دهاله انت فعال جدا في المكان اللي انت فيه أمين. ما تقولش انا صغير ما تقولش انا ما اقدرش اعمل لكن تقول انه استطيع كل شيء في المسيح الذي قوينا امراه سامريه غارت البلد كلها أمين. لو عرفت قيمتها المراه هتقدر تفتن صحيح. المسكونه كلها وتقدر تقف في الصغر عن الارض والرب يجي عليها بمجد ويقول وتقول في الاخر العمل الذي اعطيتني قد اكمل قد اكمل اشكرك جدا اخت ليديا على انا عارف ان انت عندك المتسع والكثير من المعلومات في هذه الدائره وركزتيها في الثلاث كلمات دور دور المراه في التعليم ودور <applause> المراه في دائره الفن ودور المراه في دائره المال يعني الحقيقه ثلاثه كل موقع من هذه المواقع هو موقع استراتيجي يؤثر في المجتمع ليس فقط في الوقت الحاضر لكن أيضا مستقبلا أصلي مم. أن يباركك الرب أمين. واستخدمك و... واجعلك بركة شكرا لأنك شرفتينا بوجودك معنا شكرا في لك القسيس وفي الآخر هقول يأتي ملكوتك لأن لك القوة والمجد والبركة أمين نصدق في كده. أمين أشكرك أعزائي المشاهدين هيكون معنا في الفكرة التالية بعد الأخت ليديا فكرة أخرى عن تأثير الثقافه الاسلاميه على المراه المسيحيه عشان كده نفسنا نشوف مع بعض واحد من الفيديوهات اللي بيدينا فكره كيف يفكر الناس وكيف تفكر الاديان وكيف يفكر المجتمع الشرقي وكيف يقيم المراه ومن هي المراه بالنسبه لهذا المجتمع الذكري وكيف تاخذ دورها وهل هي لها قيمه حقيقيه كقيمه الرجل لان الله خلق الرجل وخلق المراه على صورته هو ام ان هناك نظره دونيه تجعل المراه دائما في قوقعه وانعزاليه واحساس بصغر النفس خلينا نشوف هذا الفيديو ثم نعود مع ضيفتنا التاليه ابقوا معنا فضائية تواجه الكاميرا وتخاطب ملايين الناس في جنبات الأرض وماذا عند هذه المرأة من العلم حتى تقدمه العلم إنما هو للرجال العلم بتاع الرجال بس أي امرأة مع احترام يعني عشان ما فيش واحدة فكر أنا بفطس في الكل أي امرأة مهما صعدت هي مقلدة وعامية ما فيش امرأة دارسة العلم على أصوله اه ممكن تقعد تعمل مجلس خاص ممكن تعمل درس في مدرسه في معهد علمي والكلام ده ليه لان الجهل فاشل في النساء معروف الجهل فاشل في النساء فاي معلمه من دول ارى كلمتين او ثلاثه او اربعه بتستطيع ان ربنا عز وجل يهدي بها كثيرات من الاخوات مساله الملاحظه دي قلت قلت غباء المراه بسبب ان الامهات ما ربوا النساء احنا في نساء يسمعون طيب ماشي حلوة العلم انما هو للرجال العلم بتاع الرجالة بس ليه لان الجهل فاشف النساء معروف الجهل فاشف النساء غباء المرأة بسبب ان الامهات ما ربوا النساء احنا في نساء يسمعون طيب ماشي حلوة اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى الحقيقه بعد ما سمعنا انا مش عارف اقول الفيديوز ولا اقول الاهانات الموجهه ضد المراه وللاسف الشديد هذا ما يعلمه رجال الدين فواضح ان بعض الاديان ولا سيما الدين الاسلامي يعلم بما يتفوه به هؤلاء الفقهاء الممثلين للدين الاسلامي والحقيقه شيء مؤسف جدا لان احنا شفنا في بدايه الحلقه واحدة من النساء المباركات اللي ربنا بيستخدمها ومعاها شهادة ومتعلمة زيها وما كانش يمكن أكتر من الرجل وأيضاً معي في هذا النصف الثاني أخت مباركة جدا وهي الأخت شهيرة أهلاً وسهلاً أهلا بيكي بيك وتجيد العديد من اللغات وهي أيضاً لها جذور حقيقية في كلمة الله وإحنا الحقيقة بنفتخر بكل ما يفعله الله من تغيير في حياة الرجل وفي حياة المرأة أنا عايز أبتدي معاكي بال... يعني بمعليش... ماذا أقول بعد هذا الفيديو آه يعني ماذا ما هو تعليقك يعني كامرأة وأنت تستمعي إلى هذه الكلمات التي يتفوه بها رجال الدين ما هو في حاجة في حاجة غريبة جدا في رجال الدين الإسلامي مع الأسف الشديد، يعني إذا كان الرسول قال خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء اللي هي قصده على عائشة، فآخذ نص ديني من واحدة ما بتفهمش ولا آخذ نص ديني من إيه بالظبط؟ فأنت لازم ترسلكوا على بره، أنا آخذ ديني من مين بالظبط؟ وبعدين أول واحدة آمنت بالرسول هي إمرأة نعم. هي اللي قالت هي اللي قالت يعني شهادتها هي اللي قالت ان ده ان في دين ان ده رسول. مم. خديجه هي اول ما امنت فهي امراه. تمام فانا مش فاهمه هم بيحطوا من من شان المراه بكل ما اوتي ومن قوه ليه اذا كان رسولهم الوحيده اللي ايدته كانت اول امراه دخلت الاسلام والفيفريت بتاعته النساء بتاعته اللي هي عائشه قال لك خد نص دينك منها. ففي تضارب بس اللي أنا عايزة أقوله إنه زي ما حضرتك كنت بتقول إنه الثقافة الإسلامية أثرت على المجتمع المسيحي نعم. ودي أكتر حاجة بت... بتوجع قلبي لأنه قد إيه يسوع ميز الكتاب المقدس يعني المرأة مميزة جدا في نعم. الكتاب المقدس نعم بكل تأكيد فإنه إنه في الآخر والمجتمع المسيحي يتأثر بدل ما يؤثر دي حاجة يعني بتجيب لي أنا شخصيا إزعاج طبعا أنا عشان الخلفية الإسلامية بتاعتي فأنا عارفة السوء مدى السوء زي ما احنا شفنا في فيديو ده اقل حاجه يعني يعني, يعني الإساءة انا انا المراه انا بسمع كلام <applause> يعني مدهش يعني غريب يعني العلم للرجال فقط أوه. ايه ده يعني يعني لا وبعدين نص دينك من ها من امراه طب نص ديني من امراه تناقض وبعدين في ان المراه جاهله ازاي طيب ازاي يعني إزاي؟ آه ف... يعني ويتحدث عن غباء المراه ده احنا لسه كنا بنتكلم مع حضرتك تيجي على في عصرنا الحالي في هذا القرن عندنا المانيا التي تقودها امرأة، وقبل كده التاريخ قال لنا عن مارجريت ساتشر، احنا بنتكلم على الحضارة الحالية، مش بنتكلم على التاريخ. لا الحضارة الأقدم اللي هي الحضارة الفرعونية، نعم. المرأة كانت فيها ليها دور وليها مكانة، يعني إذا كانوا لو يعني الحضارات بتقول لك إن المرأة ليها شأن وليها شأن، وطبعا يسوع المسيح كل اللي كانوا بيخدموا يسوع كانوا آه آه يعني امرأة جزء كبير منهم جزء منهم, منهم اه يعني نسوة بالظبط نسوة أفاضل يعني فاضلات فاللي هو ازاي كده لكن الفكرة أنه هو معذور الشيخ معذور لأنه عنده في قرآنه في سورة النساء بيقول لك الرجال قوامون على النساء فهو بيميز هو بي في يعني في او كانه الههم إله بيميز ما بين المراه والرجل وطبعا احنا الهنا مش كده خالص احنا احنا خلقنا الرجل والمراه نفس المكانه عند الله لكن هو معذور كويس وبعدين هو عنده حاجات كتير جدا انه يعني قرانه آه، وحديثه بيكلم يعني رسول بيتكلم عن المراه بيحط من ش... بيحط من شأنها ف ال... لكن احنا كمجتمع مسيحي مش المفروض نتاثر بالكلام ده احنا عندنا قوه في المسيح احنا عندنا مكانه يعني ربنا حررنا ربنا حررنا طيب من الوضع ده انا انا عايز حضرتك تاخدينا نتيجه معرفتك ونتيجه فهمك وخلفيتك وقراءتك ايه هو التاثير السلبي الذي ترينه نتيجه وجودنا في مجتمع في او في المجتمع المسلم وتاثير هذه الثقافه الاسلاميه الاسلاميه على المراه المسيحيه اه ما هو مع الاسف يعني هو مثلا في حديث للرسول بيقول لك ايه ناقصات عقل ودين فابتدى يعني ايه هو طبعا نقصات دين دي بيفسروها لكن نقصات عقل يعني كانه مثلا هي ما عندهاش حكمه ما عندهاش يعني مشاعرها بي بي يعني بتغلبها مع ان ده مش حقيقي لانه ال الكتاب بيقول لي امراه فاضله نعم يعني من وجدها خير من اللالي الثمينه فالفكره انه دي كذبه والمجتمع المسيحي استقبلها من التاثير إحتى <applause> يعني ومثلا انت عندك مثلا في حديث عن الرسول بيقولك ايه؟ اني رايتكن اكثر اهل النار. يعني ازاي طيب؟ يعني هو يعني معقوله ان ربنا, يعني ربنا خلقهم عشان يبقوا وحود بالظبط ازاي؟ ازاي؟ فتحس انه يعني ومثلا اضربوهن بصوره النساء، ازاي اضربهن يعني ده انت بتدي تصريح بضرب المرأة لأنها آه. لأن أنت مش عارف يعني تميل قلبها أو أن أنت مش عارف تتعامل معاها فبتتعامل معاها بغلظة يعني أنا أنا بشوف إن في هذا الـ 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 الإطار كأنه كما يتعامل مع الحيوان لأنه آه. بيعتبرها ما عندهاش عقل بيتعامل مع المراه وده شيء الحقيقه يعني مشين أيوة. و ومهين ليس فقط للمراه لكن ايضا لمن يعلم بهذا التعليم الأسف. كيف اثر هذا الفكر في المجتمع المسيحي كيف تاثر المجتمع المسيحي يعني بهذه الافكار السلبيه آه هو بدل ما ين يفتكر انه حواء من ضلع ادم يعني نعم. حته منه نعم. يعني ربنا خلقها حته منه علشان يدرك قد ايه هي محتاجاله وهو محتاجها نعم ففي تكامل ما بين الرجل والمرأة في المسيح نعم. عكس تماما الـ الـ الأفكار الإسلامية اللي المجتمع من المعاشرات الرضية م. إحنا تأثرنا بدل ما إحنا نؤثر لأنهم طول النهار مسكين الماء يعني أنت مثلا كل يوم جمعة بتسمع خطبة لازم إحنا نتشتم فيها مم. لازم مش احنا كمراه احنا كمراه وكمسيحيين وكذا وكذا فبنتاثر بالكلام ده لكن انا بدعو لكل النساء والرجال قبل النساء ان هم يرجعوا القيم بتاعت المسيح نعم. وان احنا ما نتاثرش لانه انا كواحده امراه كنت مسلمه كنت بقعد اقول يعني يقول لك ايه انه الحريات والجوائز اللي الرجل هياخدها في في الجنه المفروض طب والست هتعمل ايه؟ م. يعني هي مقهوره في الارض ومقهوره في السماء م. وطبعا يعني على الاسف الرجل المسيحي بيتاثر بالكلام ده لا. ويبتدي يحط ضغط على المراه ويحط يحجمها ويقول لها لا انت مالكيش دور انت تقعدي على جنب انت وحتى لما تيجي تربي العيال بيتدخل لا يعني يعني انه المو... مش قابل المجتمع بقى غير قابل لنجاح المراه غير قابل لانه تلعب دورها مع انه إيه يعني ال... المسيح نفسه لما جه على الارض جه من امراه نعم. علشان يحقق اللي هو انه انه من امراه هيجي اللي هيقهر ابليس نعم. و... 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 ويقضي على الشيطان فالمراه نعم. مميزه جدا في الكتاب المقدس نعم. وده اللي بيخلي ناس كتير من من العابرات يتاثروا يعني هو ده اللي بيقصر القلب محبه الله للمراه عكس بالظبط كراهيه الله للمراه في الاسلام كانه قاعد يعني هي عدوته كانه قاعد عايز يعني يوقعها في الغلط يخليها اقل باي طريقه مع ان بقى العكس تماما قد ايه الرب بيحب المراه قد ايه هو قدر المر الام قد ايه هو كان اول معجزه عملها عملها علشان العذراء قالت له ان هي يعني جايه فرح عشان فرح هو يعني بكل حاجه العكس كل حاجه في الاسلام العكس مم. ف يا ريت ان احنا يعني كمجتمع مسيحي نعم. نتكلم عن دور المراه نتكلم على انه المراه ربنا بيحبها مم. زي ما بيحب الرجل مش مم. اقل صحيح. مش اقل منها و و والله خلق الرجل وخلق المراه على صورته أهين. خلقهما يعني ايه يعني على صورته انا عايز اقف وقفه صغيره هنا بمعنى اشرح لنا على صوره الله كيف يخلق الله المراه احنا بنتكلم على صورته آه. يعني مش مش شبه فيزيكال جسدي لكن كل ما تتحلى به المراه من عطف وحب وحنان ورقه وشفقه واهتمام ورعايه وصبر وطول أناة وقدره على ال 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 انها تأخذ أسوأ ما يمكن في اولادها كل يعني كله مصدره الله فان كان الرجل والمراه خلقا على صورة الله، فهذا معناه أن الله يشبه لأن الله روح ليس فقط بأنه ذكر، لكن أيضا وطبعا الكتاب بيتكلم عنه كأب، لكن أيضا بيتحدث عنه أنه يحمل مشاعر الأمومة، أمين وبيكلم صح. على هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين أما أنا لا أنساك هو ذا على كفي نقشتك أسوارك أمامي دائما الله اللي بيتكلم وبيشبه نفسه بحب بالحب والحنان والرقة الكامنة فيه الذي أعطاها أعطى, أعطى هذا كله للمرأة طب بخصوص التراث الإسلامي ماذا يعلم بالنسبة للمرأة وتعدد الزوجات في يعني في ايضا جذور سامه منتشره وربما اثر هذا على مجتمعاتنا وعلى المرأة المسيحية وحتى على البيت المسيحي للأسف بنسمع عن رجالة بتضرب يعني الزوج بيضرب زوجته ومسيحي مؤمن يعني انا بعتقد ان دي بلوى كبيره يعني والراجل المسيحي كمان بقى يعمل حاجه واخدها من الاسلام اللي هي بيورث دبل يعني للرجل مثل حظ الانثى يعني انه اتنين الضعفين فدي مشكله فظيعه مع انه الكتاب عكس ده تماما وحتى هما بيقولوا العهد القديم لا في العهد القديم عندنا بنات صالحات آه. هم ورثوا آه. آه. ابيهم زيهم زي ولاد عمهم آه. فده يعني دي احدى التاثيرات برضو مش بس ان هو بيضربها ده كمان بياخد ضعف ميراثها ده يعني اللي هو وكلها يعني اللي هو انت مالكيش مكان انت مالكيش دور انت هتخشي النار انت كمان ما تورسيش زيي انت تحت امري انت موجوده لمتعتي انت موجوده علشان انا استمتع بيكي لكن انت مالكيش وظيفه اكتر من كده فبعد كده يقول ايه ان الست مش قادره تاخد مكانتها ما انت مش سايبها تاخد مكانتها مش سايبها تلعب دورها مش مديها الامكانيه انها توري لك انها زيها زيك مش زيها زيك انها بتتحداك لا مم. الرجل راس المرأه مم. لكن هو بيقول بيقول الرب بيقول للرجل ايه؟ احب امرأتك مم. بيقول للست ايه؟ احترمي جوزك مم. هبيه فده معناها انه في انه الست بتيجي بالحب نعم. ان انت لما تحب الست هي هتديك عينيها تمام. وهتحترمك وساعتها هيبقى في بالانس في العيله تمام هيبقى في الميزان المظبوط لكن مش ان انا اخد اورث ضعفها ان انا اقول لها ان انت موجوده للمتعه فقط وان انا هتجوز عليكي وان انا هأهرك الكلام ده كله مش في المسيح مش حميل. في المسيح حميل. لكن احنا بنتاثر المجتمع بيتاثر طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال وعايزه توجهي الاجابه مباشره للمشاهدين اللي في الكاميرا بتاعتك لو انت في هذه اللحظه بتتكلمي مع ناس وسيدات فعلا الموضوع ده بسبب التعاليم والارث الاسلامي حاطت جواهم تعب وضيق كسره نفسي. بالزبط. ماذا تقولي لهم؟ هقول لهم الكتاب المقدس بيقول لك انت جميله يا حبيبتي وليس بك عيبه. الرب شايفك جميله، الرب شايفك ما فيكيش عيب. الرب بيقول لك ان هو بيحبك. مم. يعني هكذا احب الله العالم، العالم ده انكلودنج المراه مش العالم يعني الرجل مش المفهوم الذكوري. لا المفهوم المسيحي لا هكذا أحب الله العالم لكن ربنا بيحبك وأنت جميلة وليس بك عيبة وما تصدقيش حد بيقولك أن أنت معيوبة أو أن أنت أقل تمام ما تصدقيش الكذبة دي تمام ارفضوا الكذبة دي يا جماعة الست هي المعين لا للرجل لا خلقها من ضلعه عشان حتة منه عشان يحبها وعشان تحترمه عشان يبقى فيه الترتيب السليم تمام ومن نسل المراه جه الرب يسوع تمام ودي اهم حاجه بيقول الوحي المقدس ان الرجل ليس من دون المراه ولا المراه من دون الرجل يعني مش حاطط ان واحد في مرتبه اعلى واقل مفيش منافسه كمان آه خالص والحقيقه لما بنتكلم حتى على حته ان الرجل راس المراه مش بنتكلم هنا على الدكتاتوريه لكن لا لو طبعا. خدنا نموذج المسيح نجد انه احب الكنيسه التي لا تحب أيوة. حبها وهي في خطاياها وهي في شرها وبالتالي نتيجه هذا الحب اخذت المراه انها تبدا تغير حياتها احتراما لهذا الذي احبها فاحبت المسيح الكنيسه وهكذا يجب ان يكون المبادره في يد الرجل لاظهار الحب مش انه يديها أيوة. تهديد ويتجوز عليها واحده واثنين وثلاثة واربعه وما ملكت ايمانكم الى الى اخره وكل الحاجات دي الحقيقه اكتر من انها بتقهر المراه بتديها احساس بعدم الامان وأن صوتها عوره وانه وإيه لو عدت من قدام واحد بيصلي يبقى هو ما صلاته بطلة لو حاجات كده اللي هو انتوا جايبين الكلام ده من ازاي هو ربنا ذكر يعني هو هو هل هو عنده ذكوريه نعم. لكن ربنا روح زي ما حضرتك كنت بتقول فهو ما عندوش تمييز صحيح واحنا كلنا ابناء للرب البعض بيقول ان تعليم العهد القديم له يعني وضع سلبي في حياه المراه فما هو تعليقك؟ لا ده ظلم آه. انا لسه كنت بقول لحضرتك البنات صالف حظ اللي تمام. هو جم وقفوا قدام يشوع وطلبوا بالميراث تمام والكتاب المقدس ذاكر القصه دي مرتين نعم يعني وقفوا قدام موسى والعذر والكاهن وقالوا له لماذا يحذف اسم ابينا من عشيرته لانه ليس له ابن يعني هو عشان يعني حتى ده بينفي قصه انه ما فيش بنات بتورث لا آه. في بنات بتورث زيها بالضبط زي الرجل فانتوا بتظلموا العهد القديم يعني ده ظلم لو انا ب... ما بطبقش اللي في الكتاب يعني لو هم ما طب... في العهد القديم ما طبقوش اللي في الكتاب ده مش مساله انه الكلمه هي اللي فيها غلط ده مساله الانسان بطبيعته ميال ان هو يحيد عن عن الخير تمام ف... لما جه الرب يسوع على الارض صلح كل المفاهيم دي نعم. هو نعم. قال ولو كانوا بيتجوزوا يعني يقول لك ايه في العهد القديم كانوا بيتجوزوا كذا زوجه طب ما هو دي كانت حاجه بتجيب لعنه مم؟ يعني بتجيب مشاكل لما الملك داوود اتجوز كذا واحده طب ما هو جاب عيال ما وسليمان. كان. وسليمان طبعا ده كانت يعني أخ اواخر ايامه مش زي ايام مش زي ما تمام. ابتدى تمام. لان هم اماله لان هو كسر كلمه ربنا لما جه المسيح قال لك ايه هو بعل لإم... يعني لإم... 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 لامراه وحيدة الذي خلقهما من البدء ذكرا وانثى يعني و... وقال ان اللي بيحصل او اللي حصل في عصر موسى مش هو ده كان بالزبط. القصد الالهي قال ده حصل بسبب فساوت قلوبهم، قال لهم يعني عشان يعني لأوضاع معينة لكن ما كانتش مقاصد الله بالزبط. أن تكون بهذه الكيفية، لكن أن يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. دي قالها فين بقى؟ قالها في تكوين اللي هما بيق... يعني ده عهد قديم أهو قالها تكوين فين؟ تكوين وفي مكة بالظبط تمام وعدها علشان يأكد أنه هو ده الترتيب السليم إنه هو ما, خلق ما خلقش آدم وحواء كذا حواء هو آدم وحواء تمام بس تمام فلو انت هت يعني هي الراجل هيجي يقول لا انا وبعدين دلوقتي في اشاعه تقول لك ايه ان البوبوليشن بتاعة العالم فيها ستات اكتر من رجاله دي مش حقيقه على فكره آه الافريج بتاع الـ احنا 7.6 بليون او 7.3 بليون 51% رجال و 49% نساء واو. انت عندك رجال اكتر من النساء فانت حتى الحجه اللي انتم بتقولوها حتى لو في حروب طب ما مش المفروض يكون في حروب اساسا. تمام فانت مش هتعمل لي رول على الحروب وتقول لك ان علشان في ارامل وعلشان في ستات ما بيتجوزوش وعشان في عوانس ده, ده كلام مش ده مش هو ده كلام الرب ده كلام الانسان تمام. ده كلام اهواؤه وشهواته نعم. بيبررها لنفسه. نعم أنا هقرأ حضرتك ذكرتي في إعدادك لهذه الحلقة سفر القضاء أصحاح واحد عدد 15 أو عدد أعتقد 15 هقرأ الآية وحضرتك إدينا التعليق كأيضا إثبات آخر من العهد القديم بأن هناك كان احترام وإعطاء حقوق للمرأة فبيتكلم هنا في وقت الـ إعطاء الأرض للأصبات المختلفة وبيتحدث الوحي ويقول فقال أقرب من عدد 12 فقال كالب الذي يضرب قرية سفر ويأخذها آه. أعطيه عكس ابنتي امرأة فأخذها عثينائيل ابن قناز أخو كالب الأصغر منه فأعطاه عكس ابنته امرأة وكان عند دخولها أنها غرته بطلب حقل من أبيها فنزلت عن الحمار فقال لها كالب اللي هو ابوها مالك فقالت له اعطني بركه لانك اعطيتني ارض الجنوب فاعطني ينابيع ماء فاعطاها كالب الينابيع العليا والينابيع السفلى تعالي حضرتك دي بقى من اروع القصص نعم. يعني اللي عايز يعني يثلج قلب المرأة يقرأ القصة الرائعة اللي في الكتاب المقدس وعهد قديم زي ما حضرتك بتقول نعم. اللي هو متهم إن هو كان بيدوس على الست إنه إنه الرب بيباركنا بي يعني هو هنا البنت بتدل على أبوها تمام. اللي هو أبويا استناوي مم. أنا أقدر أدل عليه بدلة إن أنا بنته زي زي ما بالظبط البنين والبنات بالظبط فإنه قد إيه هو بيكرمها يعني هي علشان يعني بيديها فرصتها كامله هنا، تمام. يعني انت عايزه تورثي انا بورسك وازيدك كمان علشان تاخدي فرصتك كامله علشان من ده فرط الحب أيوة. دي محبه دي محبه خالصه ان هو بيكرمها يعني هو شفنا في بنات صلف حاض ان هو ورثهم ابوهم وهنا بيديها زياده كمان بالظبط لانه كان اداها قبل كده بالظبط اداها وهي طلبت تاني آه عشم هي آه. مطمنه لابوها آه. هي حاسه بمكانتها آه. هي مستريحه في وضعها نعم. مش م مش مهانه نعم. مش امراه مهانه مكسوره لكن لا هنا يعني كامله ال يعني حاسه بمكانتها الحقيقيه امين امين الحقيقه انا عارف ان عندك الكثير للمشاركه لكن في الدقائق البسيطه الموجوده احبك تقولي حضرتك كلمه نهائيه وترفعي صلاه من اجل كل أمين. امراه تشاهد هذه الحلقه وتشعر بالاحباط والدونيه وصغر النفس بغض النظر عن الخلفيه الدينيه وكيف لهذه المراه انها تجد رجاء في المسيح امين تفضلي هو انا عايزه اقرا في تكوين 3 15 بيقول واضع عداوه بينك وبين المراه وبين نسلك ونسلها هو يسحق راسك وانت تسحقين تسحقين عقبه دي نتيجه الخطيه بقى في الكلام ده فالفكره المراه ما تقبلش المراه ما تقبلش الاهانه المراه ما تقبلش العداوه اللي حطها عدو الخير ما بينها وما بين ال 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 يعني الانسان وجع الانسان بواجه عام ما تقبلش الوضع ده وتصدق ان هي محبوبه وتصدق ان المسيح مات من اجلها وتصدق ان هو قال لها زي ما انا قلت انت جميله يا حبيبتي وليس بك عيبه في سفر نشيد الانشاد المحبه بنتكلم عن المحبه أه والرب قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم فدي دعوه لكل امراه ثقيله نعم. الاحمال المهانه المطروحه انها تيجي للرب يسوع عشان يفتقد حياتها ويعرف يشتغل فيها ويستقبلها بنت لي في الملكوت امين صلاه أمين. اخيره تفضل يا رب أنا بشكرك على الفرصة دي يا رب، بشكرك على كل واحدة بتشاهدنا الآن يا رب، بشكرك إن أنت بتخترق النفوس يا سيدي. بشكرك يا رب إنك أنت بتيجي بمراحم يا رب على الإنسان عموما يا رب رجل كان أو امرأة يا رب. بشكرك إن أنت بترد المسلوب اللي اتسلبت منه المرأة بسبب العداوة يا سيدي. يا رب أنا بشكرك يا رب إنك أنت بتفتقد نفوس كثيرات يا سيدي، بشكرك يا رب إن أنت بتخبط على قلب كل واحدة بتشاهدنا الآن وتقول لها تعالي تعالي الي يا يا كثيره الاحمال تعالي الي يا مهانه يا مجروحه تعالي وانا اريحك انا بشكرك يا رب على كل نفس هتشاهد انا كل بشكرك يا رب على كل امراه هتبقى عايزه تفتح كلمتك وتعرفك وتستقبلك مخلص لحياتها امين امين, أمين. اشكرك جدا على السيست. هذه المشاركه أنا الرائعه مشكرك. ربنا يبارك حياتك ويبارك يبارك خدمتك ويبارك. وأصلي ان الله يثمر فيك ويجعل بركه في كل مكان امين اعزائي المشاهدين سمعنا ايضا من احد الاخوات الفاضلات بعد ما سمعنا الاخت ليديا سمعنا الاخت شهيره وكيف ان لها خلفيه ولها فهم بما يحدث حولها والله يستخدمها وقد باركها بركه خاصه والحقيقه كل هذه ما هي الا نماذج رائعه وقليله جدا من الكثير الموجود الذي يشير الى ان الهنا اله الحب الذي لا يميز بين ذكر وانثى بين رجل وامراه ولم يخلق المراه لكي تكون المتعه بتاعه الانسان زي ما بنسمع عن زواج المتعه وكل هذه الامور المشينه والمخجله التي لست ادري كيف يتفوه بها رجال الدين دو بدل من ان يدافعوا عن خليقه الله التي تعكس صورته الجميله في كل مكان. خلينا نشوف عينه في فيديو قادم من عينات من السيدات الرائعات في الوقت الحالي وايضا في الاوقات السالفه في شرقنا الاوسط وفي الغرب بوجه عام. كلنا سمعنا عن المذر توريسا الام تريزا اللي حصلت على جائزه النوبل وايضا سمعنا عن سيده اخرى بدات بخدمه الملاجئ في مصر وفي صعيد مصر لاول مره عرفت وقدمت عن طريق المسيحيه احشاء الحب والرحمه خلينا نشوف الفيديوز الاثنين دول ثم نعود مع ضيفتنا الثالثه فابقوا معنا Burning passion to see lost souls saved and truly brought to Christ that drew Lillian Trasher to Egypt. The Word of God and Christian training are on the daily schedule. Here at the Clark Memorial Church, gift of an aged saint, the family gathers for Sunday. many have come from tragic backgrounds violence and despair to find Christ and hope at the orphanage three men on the platform who helped mama the orphanage pastor in his red fez Nina and Philip Crouch For nearly half a century, Lillian Trasher has carried on salvaging souls for Jesus. Her message and her life have combined to touch and influence thousands of immortal souls. Quiet time is shared with her sister, Mrs. Jenny Benton, frequent visitor and constant loyal friend to the children's home. Inner strength drawn from the Word of God and sustained by devout private prayer has carried Lillian through every emergency brought on by the care of thousands of homeless waifs. Unexpected interruptions are quite usual. It's always the right time for a kiss and a bit of motherly affection. It takes 18 years to produce a fine young man like this. God's call is upon his life. Mama Lillian gives him a Bible, motherly advice, and a kiss as he leaves for Bible school. Dear Lord, watch over that boy and keep him true to you. سافر يا غريب علشان تنفك وتتحرر النفس اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى يعني بينتابني احساس بالعرفان بالجميل والفرح لما شفت المقطع والفيديو الاخير عن ليليان تراشر وتشرفت بان ازور هذا الملجا باسيوط من عده سنوات قليله ورايت يد الله ومراحم الله ومحبه الله كيف عن طريق هذه المراه العملاقه التي ضحت بحياتها ومستقبلها وحقوقها اللي ليها كامراه وهي تعيش على هذه الارض تنازلت عن الكل من اجل انها تقود كثيرين وتقدم محبه المسيح لهم. في الجزئيه الاولانيه تعرفنا وكان امامنا نموذج من الاخت المباركه ليديا ماهر التي قدمت لنا افكار عن جبال الله وتحدثت عن دور المراه في المجتمع وفي الكنيسه وفي التعليم وفي الفن وايضا في المجالات الاقتصاديه وسمعنا من الاخت المباركه التي ايضا اغنتنا بافكار الحقيقه رائعه جدا عن ماذا يعلم الكتاب المقدس والثقافات والحضارات حتى الحضاره الفرعونيه الاخت المباركه شهيره وكيف ان الله الذي هو المحبه الذي خلق المراه على صورته وخلق الرجل أيضا على صورته دون تمييز فليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل كانوا في اثنين من أروع النماذج الجميلة ومعي أيضا النموذج الثالث الرائع الأخت المباركة الأم والزوجة وأقول الجدة بس مش عايز أكبرها يعني لكن وخادمة ومتشفعة ومصلية دكتورة سهير حنا دكتورة في علم النفس اهلا وسهلا بيكي انا مليكي. الحقيقة بتشرف واقولها ويعني من كل قلبي بالثلاث نماذج اللي قدمتهم للمشاهدين في هذا اليوم لكي اقدم المسيح من خلالكم ومن خلال كلماتكم حضرتك هتاخدي الموضوع من من زاويه اخرى وهي مقاصد الله والامور المعينه من الله لدور المراه في الحياه. واحب اقرا جزء من سفر التكوين اصحاح 2 عدد 21 وحضرتك تبتدي تعليقك على هذا الجزء ودور المرأة كما عينوا لها الله منذ بداية الخليقة سفر التكوين سفر البدايات في عدد 21 يقول الوحي المقدس فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امراه واحضرها الى ادم فقال ادم هذه الان عظم من عظامي وبعديها ولحم من لحمي هذه تدعى امراه لانها من امرئ اخذت لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكونان جسدا واحدا هذا ما فعل الله في جنة عدن بالضبط. وفي بداية الخليقة كونوا نأخذها من ضلعه وبنسمع عليها تعليقات ما هو تعليقك وأيضا أول خليقة الله وكيف أن الله جاء بأول صورة عن خلق المرأة وأيضا أول وعد أعطاه من خلال المرأة بالضبط شكرا للقراءة دي دلوقتي أنا عاوزة أقول أن الإصحاح ده بيوري إيه خطة ربنا للمرأة نعم هو اخذها من ضلعه عشان تبقى مساويه ليه ومش رايي انا في اراء كتير قالت ولا اخذها من رجله ولا مش عارفه من راسه ولا فين عشان يتسلط ولا عشان هو يدوس عليها لا الاصحاح ده اللي قريناه ده بيقول ان للمراه خطه خاصه من عند ربنا هو خلقها لتكون معينه لادم ومكمله له متساويه معاه وهم يعني ايه معينه نظيره نظيره هي إنسانة كاملة نعم وهو إنسان كامل لكن هي معينا يعني بيكملوا بعض هم نظيره زيه بالظبط زيه هي مخلوقة زيه بالظبط وهنا ربنا حط الخطة للمرأة والخطة لأمور كتير يجب أن تسير عليها الأسر يعني إزاي في, في الإصحاح ده قال وت... هي عظم من عظمي ولحم من لحمي الكلام اللي اتقال في انجيل متى اصحاح 19 تمام. عن الجواز تمام. ربنا اسس اول جواز تمام الاصحاح ده وعمل اول فرح <applause> فرح سكاتي كده هو ده. اسس اول جواز وعرف المراه دورها بانها هتكون معينا لجوزها لغايه النهارده صح الست اخذت ادوار كتيرة و وزي ما اتكلموا اللي قبلي واخدت مناصب كتيره وكل حاجه يعني كده لكن دورها انها تكون معينه لزوجها امر اساسي نعم. لان ده ترتيب الهي من عند ربنا زي ما هو الرجل راس المراه والمسيح راس الكنيسه والمسيح راس الرجل والاب راس المسيح الله راس المسيح في ترتيب. كابن الانسان. اه لابن م. الانسان. م. يعني ابن الانسان هو اللي بذل نفسه مش الله. م. لكن الاثنين مساويين في الجوهر م. وهما الاثنين واحد. قال لحواء بعد حتى ما اخطات انها ان نسل المراه هيسحق راس الحيه. ماذا يعني هذا؟ الحيه كانت تمثل ابليس. نعم. وهنا ادى الوعد لحواء م. انك هيكون منك نسل. و يا أربعة بيقول أربعة أربعة إن تمام. في آخر الزمان في ملء الزمان, في ملء أرسل, الزمان الله. أرسل الله ابنه من امرأة مولودا من امرأة وده هو اللي تولي يعني حرفيا من العذراء مريم تمام. لكن هو من نسل المرأة حواء عشان كده لما يعني بعد ما أخطأه وآدم سماها أم كل حي حواء, حواء, لأن آه لأن آه. حواء لأنها أم كل حي ولما الرب لعن الحيه ولعن ادم ولعن المراه لكن في اللعنه اللي قالها للحيه انك تسحفين و على بطنك تزحفين على بطنك تسحفين آه تسحفين آه الارض تاكلين آه. اه ولعن ولعن عداوة بينك وبين المراه وبين نسلك ونسلها بالظبط آه. آه. انت تسحقين رأسه رأسه وهو لا في تكوين بيتكلم اه انت آه هو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه اوكي ماذا ماذا يعني هذا الكلام لشخص اول مره يسمع اضع عداوه بينك وبين المراه وبين نسلك ونسلها هو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه دلوقتي الحيه بتماثل ابليس تمام. ابليس دخل في الحيه وهو منذ البدء فتاك وقتال وكل الحاجات دي و وف... الكتاب قال إله السلام سيسحق إبليس سيسحق الشيطان سيصحك تحت أرجلكم سريعا تحت أرجلكم سريعا وإدى وعود بكده في من أشعية كمان إنه سقطت كالبرك سقطت يا زهرة بنت الصبح زهرة بنت, زهرت الصبح آه كيف يعني سقطت آه كلها بتمثل بتكلم عن الشيطان, الشيطان. وإدى لحواء الوعد ده م. يعني بعد حتى ما خرجت من الجنة هي جالها أمل وده هو ده ربنا إله رحوم وإله بيوعد وبيوفي الوعد وسمح م. وخرجت وعشان كده لما ولدت أول واحد قاين قالت اقتنيت رجل من عند الله م. هي افتكرت قايين بقى اللي هيجي من اللي من هيرد كل حاجة آه. آه. فاللي حصل أن قايين قتل هابيل الابن الثاني وهابيل مات وقايين هرب م. فكان كسر ليها وكسر قلبها أن ما فيش كده لكن واضح انها خلفت بعد كده كتير و, و... ما الكتاب ما ذكرش اساميهم لكن و... ذكر اسم شيس وفي لوقا انجيل لوقا ثلاثه اخر ايه ايه 38 ان انوش ابن شيس شيس و... وشيس ابن ادم وادم ابن الله م. يعني ب... بالفعل طلع من النسل دوت ده في انساب المسيح أن انساب الرب يسوع ففعلا كان من نسلها دلوقتي الكتاب حط يعني بعد الاصحاح ده نظام نظام عشان ما يحصلش ان كل بيت مسيحي طبعا الزواج امراه واحده تمام و ومش هو زواج جسدي بس لا روحي ونفسي هي زيه بالظبط صح هما مختلفين فيزيكالي ان ان الراجل الهرمونز غير الست وان فيه اختلافات كثيره واثبتت كمان ابحاث كثير نفسيا وعاطفيا هما مختلفين. تمام. وما ينفعش ان ادم يعيش لوحده. م. يعني هنتخيل كده معقوله المجتمع يبقى من غير ستات خالص؟ لا لا <applause> <ممكن. تصفيق> <applause> فالخليقة اتأسست هنا لا. أن العلاقة تكون في سر الزواج رجل وامرأة لا. برضو مش زي ما بنشوف دلوقتي اه. رجالة مع بعض وستات مع بعض ده, ده, ده الجواز اتأسس كده هو وفي كورنثوس رسالة كورنثوس وفي أفسوس اتكلم عن أن الرجل يحب نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وقال للستات يخضعوا لازواجهم وقال لهم هما الاثنين يخضعوا لبعض بمعنى يحترموا بعض والخضوع لما المراه بتخضع لزوجها ده بركه كبيره مش في ناس بتزعل ليه المراه تخضع وكده لا ده بركه لان من خلال كده الخضوع جه ابن الانسان مات من اجلنا م. الخضوع هو اللي بي بيدي نكران ذات بيدي تعلق أكثر بربنا بيسوع وارتباط بيه والتصاق بيه وهنا الست يكون ليها دور هل هناك فرق بين الخضوع والخنوع اه طبعا فرق كبير الخنوع ده غصب عنها كده يعني بتنزل بتتكسر يكسرها بتتكسر آه. كده اهوت وبتطيع غصب عنها هي هي بتنفذ اوامر لكن الخضوع ده ده رغبه ده يعني اتيتيود عند الست انها هي ترضى ان جوزها هو يكون الراس زي ما قلنا المسيح راس الرجل هو بيحصل مشاكل كتير لو لو الرجل مش راسه المسيح لو الرجل بيتبع حاجات تانية وعنده قسوه وعلاقته بزوجته غلط هنا البعض بيتساءل وبيقول يعني ليه المرأة اللي تخضع أليس هذا نوع من الإذلال أو التقليل أو الدونية للمرأة؟ لكن الحقيقة الكتاب يعني إدانا إجابة صريحة في هذه الدائرة وقال إن المرأة أغويت أولاً فبالتالي يعني دخلت الخطية من خلال الحية القديمة إلى المرأة ثم إلى الرجل فيمكن الرب حط دور لشخصيه وليس هذا يعني تفوق لكن ربما ليضع المسؤوليه بالكامل على عاتق الرجل قبل ان يكون على عاتق المراه وحته الخضوع الحقيقه يعني بالعكس يعني انا بشوف لما تكون زي ما حضرتك قلت العلاقه علاقه سويه وصحيه فموضوع الخضوع راحه للمراه اللي يخليها تشيل الهم والمسؤوليه وممكن وال تشارك رجلها وتعضده ايوة وكل حاجه لكن وكانه ربنا بيحط المسؤوليه الكبرى على كاهل وعلى اكتاف الرجل في انه هو اللي يهتم بالمراه وانه هو اللي يرعاها وانه يعني كما كانت محبه المسيح للكنيسه دي الصوره الكامله إلا الله أراد بها أن يعني يكون نموذج عشان كل بيت يمشي على هذا النموذج أن يكون الرجل هو المبادر بالحب هو اللي يكون العطاء هو اللي يكون عنده استعداد إنه يتنازل ويكون عنده بذل تماما كما فعل المسيح مع الكنيسة ودور الكنيسه انها احبت المسيح فكانت المبادله ناتجه عن الحب وليس الذل والخنوع. كل الكلام وهكذا ده أم. كلام ده نصوص. ايضا المراه والرجل. مظبوط مظبوط بس في نفس الوقت المسيح اكرم المراه جدا يعني نعم. كان في كرامه لها وكان بيقول ان المراه مجد الرجل. نعم. المراه مجد الرجل. صحيح. زي ما الرجل يمثل مجد المسيح. تمام. فان المرأة هي مجد الرجل تمام. ودي حاجة يعني كبيرة قوي بس مش هتكون مجد الرجل لو هي عايشة بتعالي وعايشة بكبرياء وان هي فاكرة عشان بتاخد وظيفة كبيرة ولا ان هي عندها كارير ما فيش زيه ان هي اعلى منه في اي شيء تمام لا هما الاثنين متساويين يعني الحقيقه حضرتك قلت لنا نقط في غايه الاهميه على الجزئيه الاولى انها نمره واحد اول مره يذكر الكتاب انها صارت امرأة لأنها أم لكل حي أيوة. نمرة اثنين أول ما شوف يعني أول صورة يوضحها لنا الوحي المقدس عن المرأة ومكانتها أنه أخذها زي ما قلت حضرتك من أضلاعه لم يأخذها من أقدامه حتى يدوس عليها ولا من رأسه لتتسلط عليه لكن معينا نظيره وحضرتك قلت يعني مساوي له يعضده وقلنا كمان انه اول مره نشوف اول وعد بمجيء المخلص عن طريق المراه عشان كده شفنا في العهد الجديد في انجيل متى وفي انجيل لوقا اللي بيحكولنا عن ميلاد المسيح وكيف ولد انه ايضا جاء من عذراء عفيفه وليس بمشيئه رجل ولا لكن إنسان. ولا انسان من. لكن بالروح القدس حبل به فيها وجاء المسيح وتحققت النبوه م. الاولى في سفر التكوين نسل المراه هذا هو شخص المسيح يسوع وهو دي مكافاه للمراه كبيره جدا. جميل رائع. يعني وربنا كده ورى من اول اصحاح انه قد ايه هو يعفو وبينجي تمام وبيصنع خير وبيعوض حاجات كثيره قوي وده اللي احنا لازم نعرفه كل الستات في كل الاوقات. واذا ست حتى جوزها وحش الكتاب قال يربحونهم بسيره النساء بدون كلمه يعني اذا خضوعها لجوزها هو خضوعها لربنا انها عارفه الدور اللي هي فيه تمام الكتاب ورى اكرام من اول من يعني الخروج وفي اوقات كتيره قوي انه قال له اكرم اباك وامك مش تمام اكرم اباك بس ولا لا تمام يعني المساواه المساواه في كل حاجه للوالدين وورانا في العهد القديم والجديد ستات كانوا يعني قاضيات وقاده ونبيات ونب بيقولوا نبوات و وعندهم وفاء زي راعوس ونعمه قصتها واسير اللي انقذ الشعب بسببها انقذت امة بالكامل آه انقذت الامة وعمل حاجات كتيره جدا ورق الست اللي ليها دور كبير قوي في كل المواقف يعني اتفضلي غير ان في سفر العبرانيين اللي هو اصحاح الايمان قال على ساره اخذت قدره على انشاء نسل وقال على رحاب نجت من الموت بسبب انها انقذت الايمان انقذت الجاسوسين يعني وخدت بالإيماني. المخاطره اه غير ان فيه نساء اخذنا امواتهن بقيمة. بقيامه يعني ايه يعني ايه نساء اخذنا أمواتهن. امواتهن بقيامه انا اعتقد انه كان بيقصد ابن ارمال اثنين يعني, يعني يعني ان في دلوقتي اذا ما كانتش حرفيه فهي ان اي بيت ام بتصلي على ركبها وبتصوم من اجل اولادها اذا اولادها بعاد عن ربنا في موت تسأل حياة لهم وأن المسيح يدخل قلبهم مم. فتقدر تاخد الأموات بقيامة تطلق حياة أيوه. يعني تعلن حياة للبيت ده يعني مش بس قيامة مش بيتكلم على قيامة جسدية حرف يعني حرفية فقط لكن ممكن يكون كده وممكن يكون قيامة أيضا من الموت الروحي من الموت الروحي وبتحصل معجزات كثيرة جدا جدا يعني الحقيقه اتكلمنا مع الاختين اللي سبقوكي عن مارجريت ساتشر وعن المانيا وعن الفراعنه وعن اسماء النساء الشهيرات وعن مريم النبيه اخت هارون اللي كانت بترنم وكانت بتضرب بالدف كانها بتعزف موسيقى وكانت تتنبا يعني يعني الكتاب المقدس مليان بسيدات قدنا الرجال زي دبوره <applause> و... واللي غنت وقادت امه بحالها في طريق الانتصار وهكذا الكتاب المقدس يضع المراه في مكانها الذي عينوا لها الله وخلقه من أجلها فليست مخلوقة لتكون من دون الرجل وليست مخلوقة لتكون هامشية وليست مخلوقة لتبقى عشان تبقى زي ما سمعنا بعض الفقهاء عشان تبقى قليلة العلم والغباء وما هي إلا أداة لمتعة الرجل هذا كل تشويه للحقيقة المقدسة الإلهية الذي خلق الله المرأة من اجلها يعني حضرتك اتكلمتي على دورها في حينما خلقت لتكون معينا لنظيره مساويا له وكيف ان عن طريقها جاء الوعد الاول بمجيء المخلص منذ بدايه الخليقه وراينا هذا بمجيء المسيح المخلص لكن ايضا للمراه دور هام جدا في يعني في فكر يعني الله ممكن تضيفي يعني اذا كان هناك افكار اخرى تتعلق بمجد الله بالضبط. كيف ان المراه تعكس هي مجد الله هي اتقال عليها هي مجد الرجل وهي اللي هتعكس مجد الله اذا كيف كان كيف تعكس مجد الله اذا كان عندها محبه باذله اذا كانت عندها انكار ذات وده مش هيجي لو هي واخداه من ربنا غير لو هي بتصلي بتقضي اوقات مع كتاب الكتاب المقدس ومع ربنا تاخد وتدي معاه يعني لما شفنا جزء من ليليان تراشر هي تقدر تعمل كده ازاي تقدر تعمل كده ازاي؟ دي قعدت 45 سنه في اسيوط طب طب يعني انا كان نفسي بالظبط انت علقتي على جزء حساس جدا ولاسيما كل المصريين بمختلف اطيافهم ودياناتهم وخلفياتهم يعرفون ماذا حدث في هناك لمئات من الاطفال اليتامى الذين لا ماوى لهم ولا حياه وكانت عيشتهم في الشوارع وكيف جعلت منهم رجال يقودوا المجتمع في الدين رجال دين وكيف أخرجت من الكليات مهندسين وأطباء وسيدات أيضا فاضلات ويعني كيف كيف عكست مجد الله من هذه الأعمال؟ بالمحبة المازلة الشديدة جدا مم. ونفس الحكاية مذر تريسا مش مم. هننسى ودول يعني معاصرين نعم. مذر تريسا تسيب بلدها وتروح الهند تروح كالكتا عشان تقعد مع اولاد فقراء وعريانين وعيانين وتعبانين وكانت بتقول ان في كل واحد فقير كانت بتشوف المسيح مم. لان بالضبط طبقت كنت فقير ف كنت عريانة فكسوتموني فكسبتموني. كنت جعان فأ... فاطعمتموني أطعمتموني. دي حققت كل ده وده بسبب محبتها لربنا مش هينفع اي حد يعمل حاجه ولا يعكس مجد ربنا غير لو علاقه لو عنده علاقه بربنا شديدة دي انا يعني القصه بتقول انها تركت خطيب لها وتركت الولايات المتحده الامريكيه أجوة. وذهبت أجوة. الى الصعيد في اقل واوضع الاماكن لتبدا هذه الخدمه الهائله والكتب الكثيره اللي كتبت عنها تحكي معاملات الله والمعجزات المختلفه التي صنعها معها الله وكانت بدايه قلب الرحمه والشفقه على الايتام والفقراء والمطرودين والمنبوذين ولا شك ان كل هذا يعكس حب الله وزي ما حضرتك قلتي على الام تريزا الحاصله على جائزه نوبل انها كانت المكان اللي بتخدم فيه بيسموه بيت الموت يعني كانت بتروح للناس اللي بيحتضروا وكانت تحتضن هؤلاء اللي منظرهم في غايه التعاسه وغايه البؤس وقمه الفقر كانت تحتضنهم وكانت تقدم لهم بكل قلبها خدمه فعاله وحقيقيه غير متوقعه او منتظره ثناء من الناس والحقيقه يعني نفسي اقول القصه البسيطه دي وادي حضرتك الفرصه تانية تكلمينا عن دورها في العائله والبيت كيف انها لما سئلت من احد اعضاء الكونجرس اللي راحوا في كلكتا في بيت الموت وقالوا لها يعني تقدري تكملي ازاي وانت شايفه ناس بتموت مش قدامك بين ايديكي يوم بعد يوم ألا يبعث هذا بروح الياس والقنوط في نفسك؟ فقالت لهم ان الله لم يدعني للنجاح حتى انتظر رد فعل، لكن الله دعاني فقط اني افعل واكون امينه فيما ائتمني عليه. فهي امينه حتى تودعهم القبر، فهي امينه حتى اما الله يتدخل بمعجزه يقيمهم او تنتهي رحلة الحياة لكن كانت أمينة في كل ما فعلته ولم تبحث عن النجاح والأمين يأتي النجاح كجزء من أمانته ربنا طبعا بيكافئ الامانة جدا بكل جداً. تاكيد بكل تاكيد طيب انت كأم وكزوجة كيف يعني تري دور المرأة المسيحية في البيت وفي العائلة دورها في العيلة وإيه الإمكانيات اللي ربنا حطها في داخلها لتكون سبب بركة طبعا الأم المصلية تختلف جدا عن الأم اللي مش مصلية حتى لو هي عادية وكويسة معلش أنا هوقفك يعني تقصدي إيه بالأم المصلية في تبسيط في تبسيط الأم اللي بتصلي مع أولادها آه و... وعارفة إيه قوة الصلاة آه. وعارفة إزاي إن اسألوا تعطوا اقرعوا يفتح لكم يعني عارفه ايه الباب اللي تدخل منه بتصلي وبتشوف بتشوف اي حاجه غلط بتصلي من اجلها قبل ما تتكلم مع البنت ولا الولد اللي في البيت بتطيع جوزها و... وتتكلم بحكمه شديده جدا معاه ودي ربنا اللي بيحطها حكمه مم. وعقل كده هوت انا عاوزه بس اقول ان تتشبه بابي جايل آه. لما لما كانت مملوءه حكمه كانت جميله ومملوءه حكمه وانقذت داوود آه. من انه ياتي بالدماء على جيش نبال تمام. مع انه نبال جوزها لكن هي كانت عاوزه تعمل الخير تمام ف... تاخد من ربنا حكمه تسال حكمه الحكمه اللي من فوق وتربي الاولاد في مخافه ربنا مش لازم يكون معاها دكتوراه لما كنت بربي عيالي وهم صغيرين كنت بعرف الانجيل بس كنت بكتب كده هول الآيات وهم يقروها وينفذوها يفكروا فيها وصحوة. اه فكانوا يعرفوا على طول كده هو الصحبه الرضيه تفسد الاخلاق الجيده ايات كده اهوت فهم يمشوا الايات من الكتاب المقدس طبعا اه فيحفظوا <applause> 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 ويعرفوا حتى لو في فتره الاولاد للستات المصليات المسيحيات الحقيقه بيلخبطوا في الطريق بيرجعوا تاني مم. الطريق اللي تربوا عليه بيرجعوا له تاني نعم آه، عاوزة أقول حاجة لما قلنا على مريم أخت موسى نعم. مريم قادتهم في الخروج آه. مع موسى وهارون آه. وبيقول الكلام ده في سفر آه. بيخا آه. إنهم خرجوا وهي كانت بتقودهم مش بس كانت هي مرنمة ونبية لكن هي كانت قاضية قادي... قائدة قائدة بالضبط آه، في ستات بيوت زي يعيل مع دبورة قضوا آه. على الملك سيسرا ودي يعني ريحوا البلد 40 سنه من شر سسرة ودي كانت ست بيت، يا يعني ما كانش ليها في اي حاجه. تمام. يعني عايزين نقول ان دور المرأه دور فعال. دور فعال. يبدأ وحقيقي. من بيتها. ويبدأ من البيت. وبيتها اهم من اي حاجه ثانيه بره. تمام. لان البيت اللي هيطلع جيل يعرف ربنا. شباب يع... يعبدوا ربنا ويقدروا يقفوا قدام شر حواليهم البير بريشر اللي بيحصل للشباب ده لو ما فيش حاجة ثابتة جامدة قوي وعندهم ثقة بروحهم عندهمش صغر نفس تربيهم على عدم صغر نفس يعني تربيهم على أنهم يكونوا معتدين وب... إنه إن هم تبني ثقة وتقدم محبة بدل من النقد والتقليل يعني. والاحتقار وتفاهم شديد جدا معاهم وما فيش إدانة زي ما ربنا بيعاملنا زي ما ربنا بيستحملنا تستحمل اولادها تمام وتكون هي يعني موصله ليهم للنجاح لما يخرجوا بره البيت اشكرك جدا على المشاركه الجميله وبشكر رب من اجلك وبشكر رب من اجل الاخت شهيره ومن اجل الاخت ليديا وانا مره تانية بقول ان دي باقه جميله وضعها الله كنموذج رائع للمراه المسيحيه في جمالها وفي استخدام الله لها وفي احترامها ومكانتها في المجتمع. ان كانت دول عينه عايز اقول انه يعني موجود امامنا وفي كنائسنا وفي وسط المجتمع المسيحي وحولنا الكثير من السيدات المباركات اللواتي استخدم استخدمهم الله لتمجيده بطريقه او باخرى. ربنا يبارك كل السيدات وشكرا على هذه المشاركة الجميلة وجميع المشاركات أصلي أن تكون هذه الكلمات سبب بركة وتشجيع لكل امرأة تشاهد هذا البرنامج وتعتقد أن دورها دورا هامشيا أو أن الله لم يعطها جميع المواهب المعطاة للرجل وأصلي أن تكون هذه الكلمات سبب دفع وتحفيز لكي ما تقوم المرأة بدورها الفعال وتبني مجتمعا صحيا ناجحا ولا سيما في داخل إطار الكنيسة شكرا لكم على حسن المتابعة أعزائي في كل مكان وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج الحقيقة وبس